من ناس كتير، ناس كتير، ناس كتير حادوا عن الحق، ناس كتير عارفين الحق ورايحين للضلال، ناس كتير ماشيين ورا كراهية، ناس كتير ماشيين فوق دماء وفوق جثث، ناس كتير مش قليلين، وناس كبار وصحف كبيرة ومؤسسات كبيرة وبرامج كبيرة. كبار سنا ولا مقاما؟ لا مقاما ومقاما وإمكانات. ده اللي عامل لي حزن شديد قوي، واللي عمل، لكن في نفس الوقت صدمت جدا فيهم. فيهم طبعا، ولا في اللي خرج عنهم؟ لا فيهم اولا. نعم. فيهم اولا، لان ما خرج عنهم نتيجه افكارهم او نتيجه رؤيتهم، لكن في نفس الوقت في زوايا مضيئه جدا بتظهر كل حين وحين. يعني ما قراته اليوم في مقال الاستاذ نبيل عمر، وهو من جيلي، يعني انا بتكلم على الصحفي من جيلي اللي طلع معاش قريب ان شاء الله بتكلم على ما قراته اليوم لنبيل عمر تحت عنوان بورسعيد هي الازمه، بيعطيني نوع من انواع الهدوء النفسي ان هناك اخرون على مستوى عالي جدا من الفكر ومن الرؤيه ومن الشجاعه ومن الثقافه. احنا عايزين بلدنا تمشي في طريق العلم وطريق الرؤيه، لازم يبقى معانا علم ومعانا رؤيه، لان علم لوحده بدون رؤيه لا. لازم يبقى معانا علم ورؤيه، انما علشان نطق القانون ده شيء لا يقبله عقل ولا يقبله دين. بعد الوفاه دي هيبقى